معايا ام زينب، سلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتورة منى، اهلا بيك يا ام عندي زينب، حلمان. اتفضلي أهلا وسهلا، اتفضلي. حلمان يا دكتورة منى، بحاول اتصل بحضرتك من بقالي 3 شهور عشان خاطر احاول تسمعيني. حاضر حاضر، اتفضلي. اول حلم انا حلمت ان حماتي هي فعلا كانت جايه من الحجاز، ان هي جايبه هدايا وهي جايه، فمنها حاجات بتتلبس، اللي هي بتتلبس على العباية اللي هي زي البلطو كده او جلباب يعني. تمام. فالمهم هي جايبه ليا وسلفاتي، ففي واحده هي فرقت على سلفاتي، ففي ليا حاجتي كده، فواحده انا ما اعرفهاش جت اخذت اللي هي حاجه تخصني دي. تمام. فانا مسامحه، قلت لها مش مشكله، عادة عادة، انا مش مسامحه، مش عايزه يعني، انا تمام. راضيه يعني الحمد لله. تمام. فانا قعدت كده على كنبه، فلقيت شنطه من اللي هي جايباهم، ففتحتها فلقيت فيها شبشبان جمال قوي، فاخدت منهم شبشب، قلت لها خلاص ياما انا هاخد الشبشب ده. قالت لي تمام. ده انا كنت جايباه لنيره بنتي. خلاص يا بنتي خديه. تمام. قلت لها خلاص ماشي انا هاخده ليه، وهو في واحد تاني، ولو انت عايزه تديه نيره اديه نيره. طيب قالت لي خلاص. ده اول حلم يا دكتور. طيب طيب اسمعي، اول حلم ده الوسواس، انت عندك وسواس ان هي تجيب الهدايا وحد ياخد، وانت تبقي قاعده وحزينه وحد بياخد الحاجه بتاعتك، والشباشب دي راحه نفسيه، دي رساله بتوصيكي ان انت عليكي بالالتزام بالصلاه والاستغفار، وتحاولي تاخدي الجانب اللي هو الحلو اللي يريحك، الكويس من الناس اللي حواليك. انت عندك وسواس، الوسواس ده لازم تتخلصي منه، لان في الاخر انا شايفه الشباشب اللي انت لبستيها، وانت اللي قلتي فلانه تاخدها او علانه تاخدها، معناتها ان انت بايديكي راحتك، بس انت اللي غاويه تتعبي نفسك بكتر التفكير اللي ملوش لازمه. الله اعلم، شكرا لك جدا.